عقد جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء عاطف يعقوب الاجتماع الأول لفريق خبراء العرب المختصين بحماية المستهلك، وذلك بمقر جامعة الدول العربية لما لا من دورنهام في إطار العمل العربي المشترك الذي تنادي به اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية. لأول مرة يحصل الاجتماع رسمي لخبراء حماية المستهلك في الوطن العربي، ده كان هدف كبير قوي احنا سعينا ليه. قعدنا الأول قبل كده جلسة سابقة، هل احنا محتاجين لتشكيل لجنة لخبراء حماية المستهلك ولا لا في الوطن العربي؟ فكانت الإجابة بنعم، وتعرضت على المجلس وتم إجازة تشكيل هذه اللجنة. فالنهاردة دي أول لجنة نقعد كخبراء حماية المستهلك. هدفنا اليوم هو التنسيق، التعاون، وضع إطار وسياسي موحدة لنوصل للهدف المنشود وهو حماية المستهلك في أنحاء العالم العربي إن شاء الله. يهدف المؤتمر إلى مشاركة الدول خبراتها في مجال حماية المستهلك والخروج بمقترحات آليات عمل الفريق الفني المختص بحماية المستهلك وتحديد نقاط اتصال تنفيذية لكل دولة ودعم الدول لبعضها البعض. أصبح هناك اهتمام كبير على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في إطار الجامعة العربية بأن يكون لهذا الموضوع مكان في تشريعات، واليوم هذا الاجتماع يضم الحكوميين من أجهزة حماية المستهلك في الدول العربية لمناقشة أعمال الفريق وأجندته في المرحلة المستقبلية وكيفية عمله وكيف سيخدم عبر مهام واضحة ستحدد التكامل الاقتصادي على مستوى منطقة التجارة الحرة. بلا شك أن حماية المستهلك هي علاقة متبادلة بين المستهلك وبين التاجر، وهذه العلاقة تبنى على مدى رفع الثقة من قبل المستهلك لدى التاجر والسلع التي يشتري. موضوع حماية المستهلك للأسف كان من المواضيع التي لم تحظى بالاهتمام الكبير، والاجتماع هذايا وتكوين فريق الخبراء هو يأتي في إطار إعادة الاهتمام للموضوع هذا، نظر لأنه المستهلك العربي يعني الحقوق تداس يوميا في الأسواق وكذلك في طبيعة المنتجات وفي سلامتها، والهياكل الرقابية والدوائر الحكومية يعني بقلة المجهودات اللي عندها تقوم بعديد معناتها الأعمال لحماية المستهلك. تشكيل فريق حماية المستهلك بالجامعة العربية هو انتصار جديد لحماية المستهلك على مستوى العالم، حيث أن الطبيعة العالمية لأجندة التنمية المستدامة 2030 تجعل من الضروري العمل على التنسيق الفعال بين الدول العربية تحت مظلة الجامعة العربية. مها صبري، صباح دريم.